إن المحروم من حرم من حرم الذكر، محروم من حرم الذكر. السلام عليكم الشيخ مصطفى. اتفضل اتفضل. انت ماشي بث مباشر دلوقتي؟ اي نعم بث مباشر. ماشي. طب كنت عايز بس اتكلم في الموضوع اللي حصل في السعودية دي. موضوع ايه؟ اللي هو اللي في واحدة راقصة يعني كده، هم جايبينهم برا وبتقول كلام كده غريب يعني، الكعب لله الونسة وشد لله الونسة. ننظر في هذا، كلمني على الخاص الأول أستثبت من الكلام. الله يستر عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ طبعا أنا معاك دلوقتي، فبقول لك إحنا عايزين رد يعني في موضوع السعودية دي. والله ما أعرف عنه شيء إلا منك الآن، دعني أنظر الخبر بدقة وأشوف ما الذي قريب. ده هو ما أنا شايف إن الموضوع كبير وموضوع يعني مش والله يا أخي يعني بسيط. والله ما اعرف. والواحد ما فيش فيه مثلا ان هو فرصه يتصرف ولا يعمل ولا اي حاجه. طيب اتركنا 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 ان شاء الله نعرف ايه الموضوع وما التوجيه المناسب، لكن افاجئ بشيء انا والله ما اعرفه، فامهلنا ننظر ما الخبر وما التوجيه الذي يقربنا من الله. تمام الله يسلمك.